رحلة أدوجت إلى كوكب الأرض. تم تجهيز المركبة السوبر زيزو إلى كوكب الأرض. العد التنازلي للإقلاع 3 2 1. سوبر زيزو انطلق. واليوم احنا فرحانين بزاف اننا نقدموا العرض ديالنا سوبر زيزو في كوكب الارض. كنا درنا واحد العرض الشهر اللي فات في قاعه بحنيني وقعدنا واحد القبول بزاف الحمد لله، وكل شيء شجعنا كل شيء دعمنا باش نكملوا. ووزاره الثقافه كنشكروها بزاف لانها تقت فينا وشافت العرض ديالنا ومكنتنا بان نحقوا ان شاء الله واحد الجوله في عده مدن مغربيه من الشمال الى الجنوب. وهذا اول خطوه مورا ديال هذه الجوله مورا الرباط. حنا دايرينها اليوم في مدينه سلا وان شاء الله مازال مدن اخرى كطنجة مراكش فاس داخل ان شاء الله الدار البيضاء. وحنا فرحانين بزاف حيت هذا العرض استثنائي من نوعه، حيت هو كيجمع ما بين اعضاء اسوياء واعضاء ذوي القدرات الخاصه. وحنا متقنين بان الفن والمسرح الموسيقى الرسم هادو هاد الميادين هادو مهمين بزاف لذوي القدرات الخاصه، حيت كيعطيوهم ثقه في النفس، كيمكنهم انهم يتجاوزوا الصعوبات ديالهم. وبغينا هذا يكون مثال ان شاء الله على الصعيد الوطني وعلاش لا على الصعيد العالمي ان شاء الله يا ربي. جبهة في كنا شخصية جي سميسا كنا شخصية جي كجما كنا سدايا كنا كجما كنا أنا سيبر زيرو إكان زين كج كجوبو أجمن من كوك إكان كي يهو زيزو يفكي. هاد التجربة ديال العرض هي كتدخل في إطار دمج الأشخاص وذات إعاقة في المجال الفني، والعرض اكيد هو الموضوع ديالو هو موضوع بيئي محض اللي يعني للشخصيات ديال العرض اللي كيرسلوا رسائل مهمه للحفاظ على البيئه. وتجربه العرض هي كتدخل في واحد التجربه ديال جوله مسرحيه اللي كتعطي لهاد الاشخاص هاد الفئه في واحد الاطار دامج اللي كيعطيو واحد الاهداف اللي استراتها جمعيه ياناس للتنميه والثقافه والفنون من اجل ابراز قدرات هاد الطاقات هذه الواعده، ولما لا ان شاء الله انه يشتغلوا في مجال احترافي محض كجميع المجالات. الجوله المسرحيه هي كتتم بشراكه مع وزاره الثقافه والفنون من اجل خوض واحد الغمار ديال واحد يعني واحد التجربات يشوفوها الناس من مختلف المدن على مراحل. فالمرحله الاولى كاين نموذج ديال فاس مراكش طنجه مدينه من يعني اما مدينه من الصحراء يعني اما العيون اما الداخله. فهاد الشطر الاول من الجوله كيدخل في اطار ان الوليدات يبرزوا هذه التجربه هذه، ولما لا يكون نموذج حي ان جميع الفرق وجميع تبنى هاد التجربه هذه وتطوروا يوليو الاشخاص اللي هما نلقاوهم حتى هما في التلفازه نلقاوهم فوق الخشبه في المجال الاحترافي. هذا هو الاساس ديال لوبجيكتيف ديال الاسوسياسيون. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.